يلا باباتي يلا. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام في صباح هذا اليوم فهنا في أرضية ميدان سيف العرب أحد فروع ميدان المرموم في مدينة دبي. يتجدد بكم العطاء واللغاء في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الثالث الخاص بالإبكار. نسير مع هذه الأسماء وهذه الشعارات اللامعة التي وصلت من جميع ميادين الدولة للمشاركة في هذا الشوط وفي هذه الانطلاقات الصباحية، مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى مغيرة، مغيرة من غارتها إلى المركز الأول لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما تأتي مع المركز الثاني الغادمة في هذه المنافسة وجن لعبد الله بن حمد بن مر الخاطري، وثالث المراكز هذه هي الظبي علي بن جمعة بن خميس الغويص السوادي، والمركز الرابع أوصلت في هذه اللحظات وتقدمت في هذه المنافسة الغوية الظبي سعيد بن مبارك بن مرخان الاكتبي. هكذا النتيجة والنداء، ولكن العودة، العودة إلى البداية، أعود إلى رأس الحربة، إلى المقدمة الأولى. هذه وجن، وجن من غيرت، من تسللت إلى البداية. بسم الله عليك يا وجن، عون ولون مثل ما يقولون الخبراء، هذه هي أداها على البداية الأولى. ولكن مغيرة، مغيرة شنت الغارة، شنت الغارة في اللحظات الأخيرة. وجن ومغيرة، وجن ومغيرة، حكم يا محكم، تابع يا متابع. الله 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 يا ابو جابر، علي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي ينتزع الشوط باداء مغيره. هذه هي تصل الى خط النهايه، بينما وجن لعبد الله بن حمد بن مر الخاطري وصلت في المركز الثاني والمركز الثالث. كان الوصول من قبل الظبي لسعيد بن مبارك بن مرخان الاكتبي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجه والمنافسه كانت ما بين مغيره ووجن، وتنجح مشاهدين الكرام مغيرة في اللحظات الأخيرة لتهدي علي بن جابر بن حمد بن مصلح الأحبابي هذا الفوز بتوقيت زمني مقدار دقيقتين وعشر ثواني. تهانينا وناموس للجميع.